السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجيبري والنحل، القناة التعليمية. في محاضرة سابقة تحدثنا عن تغذية النحل بالمحلول السكري وما هي الصلاحيات التي يجب أن لا يجتازها أخونا النحال. في هذا الدرس سنتحدث عن العجائن، سواء العجينة السكرية التي نسميها كيربوهيدرات أو العجينة البروتينية والتي نسميها بروتينات. فما هي الصلاحية التي يجب أن لا يجتازها أيضا أخونا النحال في حفظ هذه العجائن، سواء داخل الخلية أو خارجها؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. وضعت يدك على الجرح، يعني في بعض الإخوان يقوم بوضع أمور مما هب ودب ليس لها علاقة لا بالإنسان ولا بالمملكة الحيوانية ولا بالحشرات. يعني يضع على العجينة شيء يعني لا هو من سلم النحل الغذائي، ولا النحل يتغذى عليه، ولا يقترب منه، وربما فيه إساءة إلى صحة هذا النحل. الكركم يعني نستخدمه مفيد، وهو في الأصل مضاد طبيعي حيوي. أنا أتحدث عن الكركم الطبيعي وليس الصناعي. البعض يذهب إلى وضع القرفة، هي جيدة تعطي النحل شعوره بالدفء عند التغذية. البعض يذهب إلى وضع البابونج المطحون، اليانسون، هذا جيد. أما أن تقوم بوضع الكمون ووضع بعض مطاحين الأعشاب هي ليس لها داعي في الأصل. الأصل هي من أصل التغذية، هي تغذية تحفيزية، يجب أن تناسب أولا كثافة النحل، الشيء الآخر السلم الغذائي للنحل. يعني النحل يتغذى على الرحيق، يجب أن يكون مناسب أو يقارب إلى حجم لزوجة الرحيق، ويجب أن يناسب معدة النحل. لا يجب أن نتعدى هذه الخطوط، لأنها ربما أنا أقوم بتقديم شيء للنحل وأقصد في نفسي أني أريد أساعد هذا النحل، وهو في العكس يضر في النحل ويؤدي إلى وجود أمراض. وكثير من الإخوان فقد خلايا نتيجة هذه الأخطاء التي يعمل بها أو اجتمع بها من هنا وهناك وقام بتجربتها، والنحل لا يجوز التجربة عليه. يعني أريد أن أجرب شيء، أجرب على صندوق صندوقين لا أكثر. أما أن أجرب على كافة المنحل وأخسر المنحل، هذا خطأ قاتل يقع فيه الأخ. حياك الله أخي أبو سفيان الغالي، وحيا الله بالجميع. حياك الله أخي أبو سفيان الغالي. الآن نأتي إلى موضوع العجائن، بغض النظر كربوهيدراتية أم بروتينية. العجينة البروتينية مدة صلاحيتها أقل من العجينة الكربوهيدراتية. لماذا؟ لأنه يتم وضع حبوب اللقاح، وتكون نسبة حبوب اللقاح عالية نسبيا. أنا أتحدث عن حبوب اللقاح وليس عن بدائل. إذا وضعنا حبوب اللقاح إلى العجينة البروتينية، يعني تكون مدة صلاحيتها في السكر المطحون يعني من لغاية 6 أشهر. أما العجينة السكرية التي لا يوجد فيها حبوب لقاح، وإنما يوجد فيها كركم وقرفة أو يانسون وخل، تصل مدة صلاحيتها إلى سنة. يعني عام واحد أستطيع استهلاكها. وفعلا قمت بوضع عجينة بروتينية وعجينة سكرية، وتم متابعتها، تبين بأن العجينة السكرية بعد عام كانت صالحة للاستهلاك، ولم يختلف طعمها أو لونها أو شكلها، بقيت محافظة على كافة محتوياتها. أما العجينة البروتينية بعد 7 أشهر أو 8 أشهر تحديدا، كان هناك وجود بعض التعفنات التي حصلت
في حبوب اللقاح التي تم طحنها وإضافتها إلى هذه السكر. ربما هو كان السبب يعني زيادة نسبة حبوب اللقاح، أو موضوع التخزين، أو موضوع المكونات التي أضيفت إلى هذه العجينة، ولكن في النهاية يعني تولدت قاعدة بأن العجينة البروتينية يجب أن يتم استهلاكها في وقت مبكر، وأن تكون وضعت للنحل في أوقات يحتاجها النحل. يعني أنا أحتاج العجين البروتيني لنفترض في الشهر التاسع، أقوم بتجهيزها من هذه اللحظة، يعني أقوم بتجهيزها قبل يوم أو يومين، أحسب كم عدد الخلايا وكم النسبة التي أريد أن أضعها لهذه الخلايا، يتم وضعها للنحل، لأن النحل عندما يجلب حبوب اللقاح ويحضرها على شكل بودرة، ويقوم بدكها في داخل الأعين السداسية وتصبح خبز نحل قاسي. أما عندما يتم طحنها أنت تفكك هذه الجزيئات، عندما يتم عجنها تمتزج، أنت الآن تخمر هذه حبوب اللقاح، تخمرها صناعيا ليس طبيعيا كما يقوم النحل بإفراز عليها من أحماض أمينية ومعالجتها داخل الخلية. معالجتنا لحبوب اللقاح ليست كمعالجتنا كالنحل، يعني قم بوضع حبوب اللقاح، أجمع حبوب اللقاح وضعها في كيس واتركها فترة من الزمن تتعفن، بينما النحل لو يبقى فيه إطار النحل سنتين أو ثلاث لا يتعفن. لماذا؟ لأن النحل يقوم باستمرار برعاية هذه الحبوب وتنظيفها وإفراز عليها المواد اللازمة لكي لا تصبح هناك تخمرات أو تعفن، ويخمرها هو سبحان الله خلق من خالق، يخمرها بطريقة معينة. يعني لا تقاس قدرة الإنسان إلى النحل في عملية معالجة حبوب اللقاح. أما العجينة يجب أن يتم استهلاكها في وقت مبكر، وخصوصا العجينة البروتينية، يعني خلي بحاجة إلى نصف كيلو من العجينة البروتينية لا أقوم بوضع 2 كيلو، أضع لها نصف كيلو، قامت باستهلاكها وبحاجة إلى وضع كمية أخرى أقوم بتزويدها نصف كيلو حسب حجم الخلية. ويجب أن تكون العجينة يعني ليست مصنوعة في وقت بعيد، يعني لو كانت لغاية شهر أو شهرين لا بأس في ذلك، أيضا حتى لا تفقد عناصر كثيرة أثناء عملية التصنيع، لأن حبوب اللقاح هي خبز النحل فيه فوائد أكثر من حبوب اللقاح الخام. هذا مفرز عليه أحماض أمينية، معالج حبوب اللقاح على هيئتها الخام أحضرت من الزهور وتم اصطيادها. هذا يعني كما أسلفنا الذكر، يعني العجينة السكرية هي في الأصل يعني هي تحافظ على نفسها ولا يؤدي الاحتفاظ فيها لمدة تزيد عن 6 أشهر 7 أشهر ولغاية العام لحدوث مشاكل، هذا في حال حفظت في مكان ملائم ليس برطب ولا يوجد هناك جفاف عالي حتى تجف، يعني بيئة مناسبة احتفظ فيه تبقى لينة، يعني نستطيع الاحتفاظ فيها لمدة عام. أما العجينة البروتينية لا يجوز الاحتفاظ فيها أكثر من 6 أشهر حتى لا تتعفن وتتخمر هذه العجينة.